سعيد أمين أبازة المحامي بالنقد. هو بيتكلم عن إجراءات سحب الثقة المزمع عقدها إن شاء الله في الجمعية العمومية يوم 20 اللي هو زي النهاردة إن شاء الله. هو المجلس مكون من 28 عضو إخوان و16 عضو مشكلين ما بين أعضاء نصريين وأعضاء بعضهم فلول ينتمي للفلول، ودول الحقيقة وبعضهم من هو مؤيد للإخوان يعني. فالحقيقة المجموعة كلها يعني غير متناسقة، وأنا زي ما قلت لحضراتكم أنه بقاله 16 شهر لم يجتمع هذا المجلس. هنا لعبة المصالح المشتركة، نحن يعني نتفق فيما ينفعنا ونختلف فيما يضرنا لمصالحهم الخاصة. يعني هم متفقين على أنهم ما يسحبوش الثقة، متفقين لأن في مراكز قانونية هم مبسوطين بيها. عضو مجلس، خلي بالك ان نقابة المحامين تعتبر القلعة الأخيرة للإخوان في نقابة المحامين، ولو النهاردة عملنا سحب الثقة صعب جدا ان هم يرجعوا لنفس المراكز اللي هم فيها ديت. نفس الوضع للأستاذ سامح عاشور، هو فقد منصبه في الحزب، ما أصبحش رئيس حزب وملوش أي مركز سياسي الآن. المركز الوحيد اللي بيلعبه هو مركزه في نقابة المحامين. إذا فشل يبقى هنا أنا كإخوان مش هفشل لو ان انا انسحبت من الثقة، مش هلاقي مركز قانوني ليا. انا كسامح عاشور هفشل وهيبقى ماليش اي وضع في الدولة لو انسحبت الثقة مني. وبالتالي ان احنا نتكاتف مع بعض في مواجهة المحامين وجموع المحامين لحماية المراكز بتاعتنا. دي ملخص الموضوع ان هم ليه مع بعض. بس العفو تحت.